طرق صحية وطبيعية لخفض ضغط الدم. أظهرت نتائج دراسة حديثة في دورية التغذية بجامعة تورونتو أن ورش جرامية فقط من القرفة أو رشة جرامية فقط من القرفة المطحونة، أي ما يعادل نصف ملعقة صغيرة على طعامك يوميا، يمكن أن يخفض ضغط دمك بمقدار 5 درجات. وخلصت الدراسة إلى أن استخدام القرفة على المدى القصير يمكن أن يخفض ضغط الدم، خصوصا بين هؤلاء الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني أو الأشخاص المعرضين للإصابة به. طبعا نعرف مزيد من التفاصيل ومعلومات أكثر من الدكتور طارق أبو زيد، أستاذ أمراض الدم والأنيميا. السلام عليك يا دكتور. دكتور طارق تحياتي لحضرتك. تحياتي يا فندم. تحياتي. كل سعادة طيبة يا فندم. وحضرتك صحة السلامة. في البداية كنا نتعرف على أهمية القرفة، هل فعلا يعني تساهم القرفة في ضغط يعني خفض ضغط الدم؟ هو القرفة لها فوائد عديدة لمرضى الضغط ومرضى السكر. جميل. لأن القرفة بتساعد في انخفاض نسبة الكوليسترول بالدم، ودايما مرضى السكر بيبقى السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم عندهم ارتفاع نسبة الكوليسترول، فبالنسبة لخفض نسبة الكوليسترول بيساعد على خفض معدل الدم. نعم. بالإضافة إلى أن القرفة فيها مواد طبيعية زي مادة الكومازين اللي بتساعد على الالتهابات اللي بتحصل في الاوعيه الدمويه. نعم. وتؤدي الى سيوله في الدم فبتمنع الجلطات. تمام. بالاضافه الى ان هي عامل مساعد للانسولين في تظبيط معدل السكر بالنسبه لمرضى النوع السكري 2 اللي هم بيبقى فوق سن ال 30 سنه اللي عنده نسبه انسولين ولكن قد تكون غير كافيه. تمام. فبالتالي هو بيحافظ على نسبه السكر، بيعمل سيوله في الدم، وبيحافظ على منع التجلطات. فاحنا بنقول لو في من يعني من معلقه او معلقتين نوصل لمعلقتين شاي يوميا بيؤدي الى انخفاض نسبه الضغط من 5 ل 10 ملي جرام على مدار فترات، بس طبعا دوا مع الاستعانه بدواء الضغط. طب الطرق الصحيحه لتناول القرفه، هل يعني اشربها مغليه زي ما احنا بنشربها ولا ممكن اتناولها عادي كده يا فندم؟ يعني ممكن القرفه بكافه الطرق يا فندم، لو اتحطت على الطعام مباشره. آه. لو اتشربت مغليه مفيش منها مشكله، لكن طبعا كلما كانت طبيعيه، لان غلي القرفه بيؤدي لفقدان بعض المواد الطبيعيه اللي فيها. فلو اتحطت على الاكل كده مباشره ممكن في بعض الناس بتحطها على حلويات، بتحطها على حاجه، بتساعد على خفض نسبه الدم وضغط الدم والكوليسترول. تمام. اتمنى يا رب ان كل الناس يكونوا سمعوا معلومات حضرتك القيمه وكلنا نتناول القرفه، يعني مش هنخسر حاجه من نشربها، حتى يمكن كل يعني الاطباء بينصحوا تناول كوب قرفه على الصباح يقينا الكثير من الامراض. بشكرك جدا دكتور طارق ابو زيد، استاذ امراض الدم والانيميا.